صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. حلقة جديدة وفقرة رياضية جديدة. أنا اسمي سماء وحكون مدربتكم لليوم. اليوم حنركز على الجزء السفلي من الجسم، بس رح ناخد احتياطاتنا وحذرنا لأي حدا عنده مشاكل ركب، فبدنا نشتغل على هاي المنطقة بس نتأكد أنه ما نضر ركبنا أو أي مفاصل تانية. هلأ رح يشاركنا اليوم سعد، بتمنى الكل بالبيت برضه يشاركونا. اليوم بنحتاج كرسي، وإذا في عندكم أوزان برضه بتقدروا تستعملوها. إذا مو موجود ما في أي مشكلة، وزن جسمنا نشتغل. رح نحط ايدينا على خصنا، زينا نرفع ركبة لفوق لعند صدرنا. هلأ ديروا بالكم بهاي الحركة، ما تخلوا ظهركم يدور، خلوا ظهركم ثابت ومرفوع قد ما بتقدروا. هلأ احمائنا رح يكون بسيط وقصير اليوم، ورح يركز بس على الجزء السفلي من الجسم. حنعمل كمان أربعة هون، ثلاثة، اثنين. هلأ بدي أشوف نفس الحركة بس للجنب، نفتح الركبة للجنب، نبلش نحمي مفصل الحوض والورك. قد ما بتقدروا ارفعوا ركبكم لفوق، اتأكدوا الكتاف يكونوا مرخيين، يكون في مسافة كبيرة ومنيحة بين دينينا وكتافنا، ودائما موازي للأرض، نظرنا دائما لقدام، خلوا نظركم علي. آخر أربعة هون، ثلاثة، اثنين، وآخر واحدة. هلأ رح نثبت ركبتين ثانية بسيطة، رح نرفع الإجر اليمين عن الأرض. هلأ بدي إياها تكون مشدود المشط، وأصابع الإجرين باتجاهي لعندي لعند التلفزيون، إيدينا على خصنا. رح نرفع إجرنا للجنب وناخدها قدامنا كمان مرة للجنب. هلأ اليوم حتشوفوا رح نعمل كتير حركات للجزء السفلي من الجسم بس بدون سكوات أو لانجز اللي دائما بنشوفهم. نفس الحركة أسرع للجنب، كروس. هلأ إذا في حاسين أي مشاكل بالتوازن، استعملوا الكرسي اللي جنبكم مشان تتوازنوا. آخر اثنين، رح نعمل كمان ثمانية على هاي الجهة، سبعة، وتأكدوا طول الوقت المشط مشدود. آخر اثنين وآخر واحدة. طيب نبدل على الجهة الثانية، الإجر اللي على أرض متنية تقريباً 80% من وزننا بدنا يكون عليه، المشط مشدود. حنبلش شوي شوي لفوق وكروس لقدام كمان مرة، لفوق شوي شوي. جود، حاولوا ما تميلوا بجسمكم باتجاه الإجر اللي على الأرض، خلي وزنكم بالنص. آخر وحدة بطيئة، رح نعمل نفس الحركة السريع، وتذكروا الثانية بالإجر اللي على الأرض. هلأ حاولوا تربطوا نفسكم بهاي الحركة، ناخد نفس لجوا ولبرا. رح نعمل كمان ثمانية هون، وآخر أربعة، أربعة، ثلاثة، اثنين، آخر واحدة. أوكي رح نرجع لورا. وهلأ بدي إياكم تركزوا بس إشي بسيط، وزن بسيط على الكرسي، حاولوا ما تميلوا عليه، خلوا وزنكم بالنص. الإجر اللي على الأرض حتضلها متنية، وحنبلش باليمين كمان مرة، خلوا كعبكم على الأرض. هلأ أهم شي بهاي الحركة ظهركم يضلوا مستقيم، الإيد الثانية على خصنا، رح نرفع إجرنا عن الأرض لفوق ولتحت، بس الكعب رح يلمس الأرض لما تنزل إجرنا لتحت. أربعة هون. هلأ من أهم الأشياء اللي ما بدي أشوفها، ما بدي صدركم يقرب من إجركم، فما ترفعوا إجركم كثير عن مستوى الحوض. حنعمل كمان ثمانية هون، ثمانية، نفس لبرا ولجوا، حاولوا تخلوا نفسكم ثابت طول الوقت. وعندنا كمان أربعة هون، أربعة، ثلاثة. هلأ حضروا حالكم على آخر وحدة، حنخلي إجرنا مرفوعة بس لأكمل ثانية. هلأ العضلة اللي عم تشتغل العضلة الرباعية الأمامية للفخذ، حاولوا تخلوا مستوى الإجر على نفس الإشي. كمان أربع ثواني ونريح، رح نبدل على الجهة الثانية نفس الإشي. الإجر اللي على الأرض متنية ونحاول نركز عليها 80% من وزننا. الإجر الثانية للشمال بس الكعب على الأرض، رح نرفعها عن الأرض شوي شوي. حافظوا على استقامة ظهركم
وحاولوا تشدوا لي المعدة لجوا قد ما بتقدروا. آخر تكرار هون عندنا كمان 8 8 7 6. فهلأ بدنا نستفيد من إشيين، عضلات الإجرين، وبرضه نشد معدتنا لجوا ونشتغل على العضلات المركزية للإجرين. هلأ على آخر وحدة خليكم محلكم، المشط لفوق أصابع الإجرين باتجاه السقف، والعضلة الرباعية مشدودة باتجاه مفصل الحوض. خليهمكم هون كمان 4 ثواني، 3 2، وحنريح. هلأ إذا في عندكم أوزان بالبيت رح نستعملها للحركة الجاي، وإذا لا بتقدر تستعملوا وزن جسمكم. هلأ رح ناخد إجل لقدام وإجل لورا، الإجل الأمامية متنية والخلفية مفرودة والكعب على الأرض. هلأ أوزاننا تحت كتافنا بالضبط، الصدر مفرود والظهر مشدود والمعدة لجوا. هلأ بديانا ننزل بظهرنا بصدرنا لتحت ونرجع نطلع لفوق. أكثر إشي بدنا ندير بالنا منه ما ننزل كتافنا لتحت لما ينزل صدرنا لتحت. كمان مرة شوي شوي رح نعمل الحركة كمان شوي شوي. هلأ بهاي الحركة رح تحسوا شد بالعضلة الخلفية للإجر الأمامية للفخذ. رح نعمل الحركة أسرع شوي لتحت ولفوق. هلا ممكن تحسوا بس شوي ضغط خفيف بعضلات الظهر، هذا اشي طبيعي. كمان 8 7 6، واخر 4 2، واخر وحده نبدل اجرين، ناخذ الاجر الثانيه للامام متنيه والثانيه الكعب والاجر كامله ثابته على الارض، ننزل بصدرنا لتحت شوي شوي. أولها هلأ بدي اياكم تخلوا نظركم للأمام، ما بدنا نوصل لعند أصابع إجرينا. خليكم على نفس هاي السرعة لكمان 4 3، كمان 2، وآخر وحدة هون نفس التمرين بس أسرع لتحت ولفوق. ممتاز، آخر 2 وآخر وحدة. هلأ بدي أنا ناخد بس وزن واحد، وزي ما قلنا قبل إذا ما عندكم أي أوزان ما بتحتاجوا. رح نركز إيدينا على الكرسي والوزن رح يجي ورا ركبتنا بالضبط. اتأكدوا كعب إجركم يكون باتجاه السقف، إيدينا رح يرتكزوا على الكرسي. حطوا إيديكم كاملين على كرسيكم مشان ما يتحرك. الإجر اللي على الأرض متنية، رح ناخد ركبتنا لفوق، نحاول نخلي جسمنا بخط مستقيم واحد لفوق ولتحت. هلأ حاولوا تخلوا نظركم لتحت على الكرسي مشان يضل في خط مستقيم واحد بالعمود الفقري من الرقبة لآخذ ظهرنا، وما ننسى نشد معدتنا لجوا قد ما بنقدر. رح نعمل كمان 4 هون، 3 2. هلأ رح نخلي ركبتنا لفوق، وقد ما بتقدروا خذوا كعبكم باتجاه السقف. هلأ الإجرتين عم بيشتغلوا، اللي على الأرض متنية والمرفوعة. كمان آخر 8 لفوق، 7 آخر 4 هون، 4 3، ممتاز، آخر 2 وآخر وحدة. ريحوا لي هاي الإشي، رح نبدل على الجهة الثانية. نحط الوزن ورا ركبتنا وإيدينا ثابتين على كرسينا. الركبة اللي على الأرض أهم إشي تكون متنية. هلأ الكعب للسقف لفوق ولتحت. رح نخلي إجرنا لفوق
آخر أربعة، ثلاثة، اثنين وآخر واحدة. ريحوا إجريكم. هلأ خلصنا من الأوزان لليوم، ممكن تحطوها على جنب. هلأ بدنا نستعمل كرسينا بس للتوازن. رح نتني الإجرتين، الإيد اللي مو على الكرسي على خصرنا، وبديانا نرفع ركبتنا لفوق قد ما منقدر، والكعب باتجاه الأرض. هلأ رح ناخد إجرنا للجنب شوي شوي، نفرد لاثنين وناخد لجوا، وتأكدوا الركبة تضلها داخلة لجوا للأمام. كتافنا بخط مستقيم واحد، آخر وحدة. رح نعمل نفس التمرين بس أسرع لبرا ولجوا. آخر اثنين، آخر وحدة. خلي إجركم مفرودة. هلأ بديانا نطلع لفوق، وآخر أربعة، أربعة، ثلاثة، آخر اثنين. رح نريح والبدل على الجهة الثانية. هلأ من هون نفس الإشي، الركبة اللي على الأرض متنية، إيدنا اللي مو على الكرسي على خصرنا، والركبة مرفوعة قدام صدرنا. رح ناخد إجرنا لبرا لاثنين وندخل لاثنين، واحد اثنين لبرا، واحد اثنين لجوا. آخر وحدة بطيئة، نفس الحركة أسرع هون. آخر أربعة. إذا بتتعبوا ممكن تاخذوا استراحة صغيرة، نخلي إجرنا مرفوعة للجنب. ممتاز. آخر أربعة، ثلاثة، اثنين. هلأ بديانا نتأكد الأرضية مريحة، لأنه بدنا نريح حالنا على الأرض، ورح نحط كعبنا على الكرسي. وحاولوا ترسموا 90 درجة من إجركم ومن ركبتكم لعند الحوض. إيدينا ثابتين على الأرض. رح أجي لعند سعيد مشان أورجيكم الحركة. هلأ رح نطلع راسنا مرتاحة للأرض، بس الحوض رح يرتفع لفوق. أيوة ممتاز. هلأ ما حاولوا تضلكم تضغطوا الكعب باتجاه الكرسي. معدتنا مشدودة لجوا مشان تحمي ظهرنا، ورح نمشي شوي شوي. أولها شوي شوي لفوق، شوي شوي لتحت. رح نعمل كمان أربعة زيهم ونتنفس طول الوقت. ثلاثة، ممتاز سعد. اثنين، آخر وحدة. هلأ بديانا نرفع الإجر اليمين، نعمل نفس الحركة بالضبط، اليمين باتجاه السقف. رح نطلع وننزل لفوق لثمانية، سبعة، ستة. جود. وإذا بتضغطوا الإجر اللي على الكرسي ما رح تتحرك الكرسي. آخر اثنين وآخر وحدة، نبدل الإجرين. هذا آخر تمرين إلنا اليوم، رح نعمل ثمانية بهاي الإجر. ثمانية، سبعة، ستة. ما ننسى نتنفس ومعدتنا مشدودة لجوا. آخر أربعة، ثلاثة، ممتاز. اثنين وآخر وحدة. هلا تربعوا وخليكم متربعين، الإجر اليمين قدام، ريحوا إيديكم على الكرسي، ورح نمد حالنا لقدام قد ما بتقدروا. إذا حابين تمدوا إيديكم على الأرض برضو بيصير. نبدل إجرين، خلوا الشمال قدام هاي المرة، ونفس الإشي ناخد إيدينا لقدام، نحاول نقرب صدرنا للأرض قد ما بنقدر، ريحوا راسكم ورقبتكم. ممتاز. هلأ هون بديانا نقعد على الكرسي، ورح ناخد إجر لفوق، وبدياكم تضغطوا الركبة لتحت للأرض. استعملوا وزن جسمكم وإيديكم عشان تضغطوا قد ما بتقدر باتجاه الأرض. هلأ حاولوا تضلكم بهاي الوضعية من 30 ثانية لدقيقة، ونبدل على الجهة الثانية نفس الإشي، الركبة باتجاه الأرض. هلأ بديانا نوقف. إذا بتحتاجوا
إشي يساعدكم بالتوازن، استعملوا كرسيكم. إذا لا ديانا نرفع إجل لفوق، نحاول نخلي الركب بخط مستقيم واحد، ندفش الحوض للأمام، نحس بالإطالة بالعضلة الأمامية الرباعية للفخذ. نفس الإجل رح تنزل لتحت، الخلفية متنية الأمامية مفتوحة، الظهر مستقيم، ننزل صدرنا باتجاه إجلنا المفلودة قد ما بنقدر. نبدل على الجهة الثانية، ركبتين على نفس المستوى، نضلنا ندفش الحوض للأمام. رح ناخد إجلنا قدامنا، نثني الخلفية ونفرد الأمامية. هلا من هون حطوا ايديكم على كرسيكم، رح نفتح الركب للجنب، اقعدوا لورا قد ما بتقدروا، حاولوا تفتحوا مسافه بين اجريكم، اذا في اي وجع بركبكم بهاي الحركه خليكم رافعين حالكم لفوق، ما تنزلوا تقعدوا لتحت كثير. هون بس بدي ايانا نريح شوي العضلات الداخليه للاجرين ونفرد اجرينا، نرجع حالنا لورا، ننزل صدرنا بين ايدينا. نطلع لفوق شوي شوي، اخر اشي بيطلع راسنا. تذكروا طول اليوم تتنفسوا تتحركوا، خلي كل يومكم يكون فيه نشاط. نشوفكم بكره مع حلقه جديده وفقره رياضيه جديده. باي باي، يعطيكم العافيه.